أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الشيخ الكريم، أيها الإخوة المؤمنون الأفاضل، أيها المستمعون إلينا والمستمعات إلينا عبر الأثير وعبر الشبكة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة الطيبة، الجمعة 21 من شهر جماد الأولى للعام 33 بعد 400,000 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 13 من شهر أفريل للعام 12 للميلاد، 12 بعد 1200 للميلاد، وفي هذا المسجد العامر مسجد باب السعد الشرقي، يشرفنا أن نستضيف الإخوة الأفاضل الوفد العماني وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الداعية مسعود ابن محمد المقبالي، وبرفقته الأستاذين الفاضلين هلال النعماني وأحمد المويتي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في وادي مزاب وفي وبين إخوانكم وفي بلدكم الثاني. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نواصل الحديث والاستفادة من شيخنا الفاضل كما أتحفنا ليلة أمس في محاضرته الطيبة في تحت عنوان ما لا يجوز جهله عن الإباضية. نحيل إلى الكلمة للشيخ الفاضل، دعينا الله له التوفيق والسداد والقبول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. هذا هو اللقاء الثاني والذي يدور حول ما لا يجوز جهله عن الإباضية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن مما لا يجوز جهله عن الإباضية أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى تنزيها مطلقا، ويبنون هذا التنزيه على القطعي، على الدليل القطعي من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب العظيم كما تعلمون ذكر منزله تبارك وتعالى أنه ينقسم إلى آيات محكمات وإلى آيات متشابهات، كما ذكر ذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالقرآن منقسم إلى محكم وإلى متشابه، فالإباضية في استدلالهم لعقيدتهم بآيات الكتاب يحتجون بالمحكم الذي وصفه الله بأنه أم الكتاب، أي الأصل والمرجع في فهم غيره من الآيات المتشابهات. والمحكم هو ما وضحت دلالته فلا لبس فيه ولا اشتباه، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته. المحكم هو ما وضحت دلالته عليه، فالاستدلال به استدلال محكم قوي قطعي، وأما المتشابه فالاستدلال به ظني. بتعبير آخر، المحكم تتزاحم عليه المعاني، المحكم لا تتزاحم عليه المعاني، والمتشابه تتزاحم عليه المعاني، وقد تكون معاني متغايرة أحيانا. فكل دليل جاز أن تتزاحم عليه المعاني فهو متشابه لا يحتج به في العقيدة، وكل دليل لم تتزاحم عليه المعاني فهو دليل قطعي يحتج به في العقيدة، وهو حجة في إثبات الصفات الإلهية، وهو الأصل الذي به يفهم غيره. وبهذا أحكم الإباضية منهجهم في الاستدلال لعقيدتهم بكتاب ربهم تبارك وتعالى. وأما منهج الآخذين بالظاهر كما أسلفنا آنفا فهو منهج يفضي إلى القول بتناقض القرآن وتعارض آياته، ومثلنا على ذلك بقضية إثبات المكان لله بناء على ظاهر قول الله الرحمن على العرش استوى، فإن هذه الآية تثبت مكانا غير المكان الذي أثبته قوله تبارك وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، وهذه تثبت أيضا مكانا غير المكان الذي يثبته قول الله إن ربك لبالمرصاد، وغير المكان الذي يثبته قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وغير المكان الذي يثبته قوله تبارك وتعالى إن معي ربي سيهدين، إن الله معنا، إني ذاهب إلى ربي فوجد الله عنده. هذه كلها أماكن لو حكمنا ظواهرها لخرجنا بنتيجة متعارضة متناقضة متباينة، لأن هذه الآيات غير محكمة فلا يحتج بها في العقائد. وأما المحكم فمنه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله لا كشيء، وهذا هو الأصل. وعلى المستثني شيئا من هذا الإطلاق أن يقيم الدليل عليه. فلو جاءنا جاء وقال لا بأس من إثبات يد ليس كمثلها يد، قلنا نفس الإثبات تشبيه قبل أن نخوض في مسألة الكيفية، نحن نصطدم معك مع نفس الإثبات قبل أن نخوض في الكيفية، فالإثبات محتاج إلى دليل. فإن قال يد الله فوق أيديهم قلنا قبل أن نناقشك في مآلات هذا الاستدلال في نفس الدليل أناقشك، أهو محكم أم متشابه، أهو قطعي أم ظني.
أتتزاحم عليه المعاني هذا النص أم لا تتزاحم عليه المعاني؟ يد الله فوق أيديهم نص تتزاحم عليه المعاني أم لا؟ تتزاحم عليه المعاني. إذن الذهاب إلى معنى من هذه المعاني ظن لجواز معنى آخر وجواز معنى ثالث ورابع قد يكون، وعليه فيجب صرف هذا النص عن ظاهره واليد عن معنى اليد إلى معنى يتناسب، وقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز حمل اليد على ظاهرها. قال هو نعم نثبت يدا لكن لا نعلم كيفيتها. قلت لا أريد أن أناقشك في الكيفية أصلا، لا أريد أن أتناقش في الكيفية، أريد أن أناقشك في إثبات نص الصفة هل ثبتت بدليل قطعي. شوفوا يا إخوان، نحن لا نثبت صفة، وهذا قلته في أظن في اللقاء الماضي، لا نثبت صفة من صفات الله إلا بدليل يساوي في قوته الدليل الذي أثبتنا به وجود الله ووحدانيته. لا نثبت صفة من الصفات الإلهية إلا بدليل يساوي في قوته قوة الدليل الذي أثبتنا به وجود الله ووحدانيته. هل ثبت وجود الله ووحدانية الله؟ هل ثبتت بدليل يحتمل أم بدليل ينفي كل شك؟ بدليل قطعي. كذلك اليد، أهي في قوة قل هو الله أحد وهو القوي العزيز وهو السميع البصير؟ لا. إذن لا يصح أن يبنى على هذا النص دليلا نثبت به صفة اليد لله، ولا داعي بعد ذلك لأن ناقش لوازم هذا المذهب من أن اليد جارحة وأن الجارحة لها أصابع وأنها تفضي إلى الافتقار، لا داعي نقاش ذلك لأن أصل الدليل لم يثبت. وكذلك الوجه، أرجع لليد، اليد في عشان يعني أوضح كيف تتزاحم المعاني. اليد عند العرب تطلق ويراد بها معان، وقد يضاف هذا إلى ما لا يد له. قال تبارك وتعالى عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن لا يد له. إذن العرب تجيز إطلاق هذا اللفظ هذا على ما لا يد له حقيقة أصلا. وكذلك يقول تبارك وتعالى يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، والعرب تقول مثلا فلان يده طويلة، وهذا اللفظ نفسه يراد به معان، فلان يده طويلة أي أن له سلطة، ويقال فلان يده طويلة أي أنه يؤذي خلق الله بيده، وفلان يده طويلة أي طويلة حقيقة، وفلان يده طويلة أي لص، أليس كذلك؟ فإذا اليد تحمل على معان في كلام العرب، فجاز تزاحم المعاني عليها، فإذا جاز تزاحم المعاني عليها لا يجوز أن يبنى عليها معتقد. والوجه كذلك، إذن تحمل على القوة القدرة، ثم يتأيد هذا المعنى على بسياق الآية يد الله فوق أيديهم. هل أراد الله لما قال يد الله فوق أيديهم أن يخبرنا بأنه متصف باليد، أم أراد أن يخبرنا بمعنى آخر بأمر آخر وهو الذي يفهم به معنى اليد؟ لكن قد يورد عليك إشكالا المعترض الذي يقول الذي ينهج نهج الأخذ بالظاهر دائما، قد يورد عليك إشكالا، قلت لي اليد بمعنى النعمة واليد بمعنى القوة واليد بمعنى القدرة، طيب ماذا تصنع بقوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي أبقدرتي
ولا بقوتي؟ هل القوة والقدرة تثنى؟ هل الله يتصف بقوتين وقدرتين أم بقوة وقدرة واحدة؟ ما جواب هذا؟ أنا أجيبك، أقول لك لكي ما جواب هذا. العرب تستعمل اليدين، تستعمل اليدين عند العجز عن المزاولة بالواحدة، هذا وارد عند العرب. فهل يحمل على هذا تحمل هذه الآية على هذا المعنى؟ مستحيل. طيب، والعرب تستعمل هذا الأسلوب هذا مع عدم إرادة ظاهره. كيف؟ المصافحة باليد الواحدة، قد يكون ما عندكم مصافحة باليدين، لكن عندنا نحن المصافحة باليد الواحدة تتم بها المصافحة، نعم، لكن المصافحة بكلتا اليدين تتم بها المصافحة مع معنى آخر أم لا معنى زائد على المعنى الأول على المصافحة؟ معنى زائد، وهو العجز عن المصافحة باليد الواحدة، أليس كذلك؟ نعم، المصافحة باليد الأخرى للعجز عن المصافحة بالثانية؟ لا، وهو مزيد احترام إكرام. أقول اسقني ماء فتناولني الكأس بيد واحدة، تمت المناولة، ولكن إن ناولتني الكأس بكلتا يديك تمت المناولة مع معنى زائد، ولا من غير معنى زائد؟ مع معنى زائد، ألا وهو الإكرام. أظن واضحة بكلتا، لما خلقت بيدي الآن واضحة، خلقت بقدرتي مع معنى زائد ألا وهو الإكرام، ولقد كرمنا بني آدم فهم خلقوا خلقا ممازجا للكرامة والإكرام، انتهى. هذا لما خلقت بيدي، فاليد تحمل على ما فلا يبنى عليها معتقد حتى يكون على النص، لا يبنى اعتقادا حتى يكون النص قطعيا في دلالته. كذلك الوجه مثلا، الوجه يطلق على ما لا وجه له، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، والنهار لا وجه له، ويقال هذا الأمر باطل من وجوه، مع أن تلك الأمور لا وجوه لها. الوجه يأتي بمعنى ابتداء الشيء، والوجه يأتي بمعنى الجارحة، والوجه يأتي بمعنى الذات، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا جاز تزاحم المعاني على اللفظ لم يجوز أن يبنى عليه معتقد. وبناء عليه فإن ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه لا يجوز أن نبني عليه معتقدا، لأنه تزاحمت عليه المعاني، وبهذا لا تكون قوته مساوية لقوة قل هو الله أحد في إثبات الوحدانية، فوجب حمله على المعنى الأليق والذي يناسبه السياق والسباق واللحاق، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فدل ذلك على أن الوجه إنما يراد به الذات. كذلك العين، ولتصنع على عينه، لما ناقشت أحدهم قال لله عين، أثبت الله لنفسه عين، وما دخلك أن تناقش رب العزة وتقول لا يا ربي لا عين لك، هو قال له عين، فلما تناقش ربك؟ طيب لن أناقش ربي، يا ربي لك عين صنعت عليها موسى، ولما تناقش ربك؟ ربك قال ولتصنع، أي يا موسى ولتصنع على عيني، فلا تناقش ربك، لله عين صنع عليها موسى. ما رأيك يا صاحب الفضيلة؟ قال لا أقول ذلك. قلت له أنت التزمت بالظاهر، فالتزمه على الإطلاق بلا تقييد، عين صنع، والعلو هذا علو عين حقيقية، والصنع حقيقي والعلو حقيقي،
قال لا، العين حقيقية، أما العلو والصنع والصنع حقيقي، أما العلو فليس بحقيقي. هذا كوكتيل، هذا ما يسمى منهج هذا في الفهم. طيب، هل لما قال الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني يريد إخبارنا بأن له عينا، أم يريد إخبارنا بأنه صنع موسى على عنايته؟ طيب، هل هذا المعنى الذي أقوله الآن جائز في لغة العرب ولا غير جائز في لغة العرب؟ أقول لك اسقني ماء فتقول من العين هذه قبل العين هذه، ألا يوجد عندكم ذا؟ ولا ما عندكم تدليع أنتم؟ طيب، وأقول لك، يعني أقول لك احفظ سيارتي عندك، فتقول سيارتك على العين والرأس، سيارة على العين والرأس، وإنما تريد بذلك المبالغة في الحرص عليها وحفظها، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يتداوله اللسان الزكي العربي، يتداول هذا، والقرآن بلسان عربي مبين. فإذا جاز أن يكون معنى العين بمعنى العين بمعنى العناية، وحمله على معنى الجارحة متعذر، لأن الدليل لا يساوي في قوته قوة قل هو الله أحد في إثبات الوحدانية، أي هو ليس بقطعي، وجب صرفه عن معنى العين لمعنى آخر تقره العربية وأليق برب البرية. وكذلك الرحمن على العرش استوى، فإن إثبات المكان لله مع قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا يجوز. ثم الاستواء هذا يرد في كلام العرب على معان، يعني تتزاحم عليه المعاني، فلا يجوز أن يبنى عليه معتقد. الاستواء يأتي بمعنى التمام، بلغ أشده واستوى، والاستواء يأتي بمعنى التماثل والتساوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويأتي بمعنى الهيمنة، الرحمن على العرش استوى، ويأتي بمعنى القصد، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والعرب تقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وتقول كذلك إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى، وتقول كذلك ولما علونا واستوينا عليهم تركناهم جزرا لنسر وطائر. فالاستواء يأتي بمعنى الملك والهيمنة. وأما القول بأنه استوى بمعنى استقر، الرحمن على العرش استوى أي استقر، فإن هذا المعنى صحيح لغة، لكن لجواز تزاحم المعاني عليه فإنه لا يجوز أن تثبت به عقيدة، ولاعتبارات أخرى اللي هي اللوازم، ولكن لا أريد أن أتحدث عن اللوازم طلبا للاختصار، ولأن الدليل أصلا غير مؤهل لأن يبنى عليه معتقد، فهو دليل متشابه تتزاحم عليه المعاني، ليس في قوة قول الله قل هو الله أحد في إثباته الوحدانية، فلا يجوز أن يثبت به المكان لله. ثم إنك لو أتيت إلى سياق الكلام لعلمت أن المعنى واضح في أنه لا يراد به إثبات المكان لله، وإنما إثبات شيء آخر، هو قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فاستوى بمعنى هيمنة، استوى بمعنى هيمنة، ملك، قهر. وكذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في إثبات الرؤية. النظر لفظ تتزاحم عليه المعاني، فهو من المتشابهات وليس من
محكمات، فدلالته على الرؤية ظني كما أقر به الطاهر بن عاشور في تفسيره، دلالته على الرؤية ظني. لما؟ لجواز أن يحمل النظر على معنى الرحمة، يعني هنا النظر يجوز بمعنى الرؤية في لغة العرب، النظر يجوز بمعنى الرؤية، ربي أرني أنظر إليك، النظر بمعنى الرؤية جائز اللغة. لكن هل يجوز حمله هنا على هذا المعنى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل يجوز؟ الجواب لا، لأننا لو حملناه على معنى الرؤية لصادم قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، والقرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يجوز أن يقال بأن هذا الخبر ناسخ لذاك، فالنسخ لا يجوز في الأخبار. فإذا لا يجوز أن يقال بهذا الخبر أن هذا ناسخ لذاك. إذن وجوه النظر حمله على معنى الرؤية ممتنع لقوله تبارك وتعالى لا أدركه الأبصار. معنى آخر، النظر يريد في لغة العرب ويراد به الرحمة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم، فهل يجوز حمله على هذا المعنى هنا؟ أي وجوه يومئذ راحمة ناظرة إلى ربها راحمة، لا، لا يجوز حمله على هذا المعنى. حمله على هذا أي أن الوجوه راحمة، لا، لا يجوز حمله على هذا. هناك معنى ثالث في لغة العرب، النظر بمعنى التأمل والتدبر والفحص، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، فهل يجوز حمل النظر هنا على معنى التأمل والفحص؟ الجواب لا، لأن الدار الآخرة ليست محل نظر وتأمل وفحص، ثم إن التأمل والفحص فرع عن الرؤية التي لم تثبت أصلا. هناك معنى آخر وهو الانتظار، من معاني الرؤية، من معاني النظر الانتظار، فهل يجوز حمله على هذا هنا؟ الجواب نعم، لا مانع، لا يوجد مانع لغوي، ولا يوجد مانع نقلي، ولا يوجد مانع عقلي، فإذا يجوز حمله على الانتظار. وجوه يومئذ بأدلة، منها السياق كذلك، ووجوه يومئذ باسرة تظن، والظن انتظار، تظن أن يفعل بها فاقرة، فإذا تلك وجوه تنتظر أن يفعل بها فاقرة، وهذه تنتظر رحمة من الله. وهذا الكلام استساغه أهل العربية الذين هم أهلها، واستساغه علماؤها، استساغه أهل العربية الذين هم أهلها كمجاهد بن جبر، فقد روى عنه ابن جرير الطبري بخمسة أسانيد صححها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، بأنه فسر النظر بالانتظار. ابن عباس يقول الذهبي، يقول الذهبي عن مجاهد بأنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرار يستوقفه عند كل آية، بل ورد أنه عرضه عليه أكثر من 30 مرة يستوقفه عند كل آية. فأهل العربية الذين يحتج بعربيتهم قالوا بأن النظر بمعنى الانتظار، ولا يوجد تفسير من كتاب الله للنظر هنا بمعنى الرؤية، على معنى الرؤية، ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، أقول حديث صحيح، يعني يوجد حديث غير صحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي، ولكنه لا يثبت، لا يوجد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر النظر بالرؤية، ولا يوجد دليل صحيح عن أحد من الصحابة يفسره بالرؤية، ولا يوجد أثر ثابت عن التابعين يفسره بالرؤية، لكن يوجد في كتاب الله ما يؤيد تفسيره بالانتظار ألا وهو السياق، ويوجد في كتاب الله ما يفسره بالانتظار ألا وهو خاتمة سورة عبس، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وخير ما فسر به القرآن القرآن نفسه. نعم، فحمله على معنى الانتظار
فسره القرآن الكريم، فسره مجاهد بن الجبر وهو من أهل الاحتجاج بلغتهم، وفسره علماء العرب وأجازه علماء العربية، ومنهم فسره به كالزبيدي المرتضى الزبيدي الشافعي في تاج العروس، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة. انظروه في تاج العروس للمرتضى الزبيدي الشافعي. وكذلك استساغ ذلك أبو حيان في البحر المحيط لما نقل عن ابن عطية أن المعتزلة تتأول الانتظار، النظر بالانتظار، قال أبو حيان معلقا، قال: وهو قول سائغ في العربية. وأبو حيان إمام من أئمة العربية، قال: وهو قول سائغ في العربية، أي تأويل النظر بالانتظار. لكن هل تفسير النظر بالرؤية سائغ في اللغة العربية؟ وهل هو بقوة معنى الانتظار عند القائلين بالانتظار؟ لا، بدليل إسناد النظر إلى الوجوه، وهو ما لا يعرفه العرب قبل، يعني فضلا عن إقرارهم به، هو لا يعرفونه أصلا العرب. ولذلك لو أركضت خيل فكرك وذهنك وشرقت في ميادين أدب العرب العرباء الأقحاح وغربت لتقتنص شاهدا واحدا منثورا أو منظوما فيه إسناد النظر إلى الوجوه على معنى الرؤية، على معنى الرؤية، فإنك لن تجد، لا على حقيقة كلامهم ولا على مجازه، حتى مجازا لا يستعمل ذا. هم حاولوا أن يقولوا هذا على سبيل المجاز، لأن الإبصار، لأن النظر على معنى الرؤية محله العيون، والعيون محلها الوجوه، فمجازا يجوز ذلك. قلنا: إذن توسعا في المجاز يجوز للقائل أن يقول: أكلت بوجهي. لما ضحكتم؟ ما تقولوا في غرداية أنتم كذا: أكلت بوجهي، شربت بوجهي، تذوقت بوجهي، شممت بوجهي، لأن هذه آلات محلها الوجوه. وتوسعا في استعمال المجاز، لما لا نقول: أكل وجهي وشرب وجهي وشم وجهي؟ لا يجوز، لا تستسيغ العربية ولا على سبيل المجاز. فكيف أجزتم نظر وجهي بمعنى رأى؟ إذن فإسناده، شوف، إسناده النظر، إسناد النظر إلى الوجوه من أقوى صوارفه عن معنى الرؤية، إن لم يكن هو أقوى ما يصرفه عن معنى الرؤية أنه أسند إلى الوجوه. نعم. فإذا في الكتاب العزيز معاشر أهل الاستقامة لا نحتج في عقيدتنا إلا بالمحكم، لأن الله غيب، والغيب لا يتسلق لمعرفته بمضمون ولا مطعون فيه، وإنما يتسلق إلى قطع القلب وجزمه به عن طريق القطعي من الأدلة والنصوص التي لا تتزاحم عليها المعاني. هذا بالنسبة لآيات الكتاب. فإذا تبين أن عقيدتنا مبنية على القطعي من كتاب الله من خلال هذا الفصل، ننتقل بعده إلى منهجنا في الاستدلال والاحتجاج بالسنة. الاحتجاج بالسنة المطهرة. السنة النبوية، لعلي قلت هذا أيضا آنفا، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ما قاله عليه الصلاة والسلام إما أن يشهده جمع يسير من الناس أو جمع عظيم. الجمع اليسير القليل هؤلاء آحاد من الناس، والجمع الكبير هؤلاء هم المتواتر، ينقله عنهم جمع كبير عن جمع كبير عن جمع، وهكذا إلى جمع كبير إلى جمع كبير، هذا هو المتواتر.
نحن نحتج في عقيدتنا بالمتواتر مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، بجانب أن يكون قطعي الدلالة في مضمون في موضوعه. خبر الآحاد، خبر الواحد، لا يجوز أن يحتج به في إثبات العقائد ما لم يكن موضوعه موافقا للقطعي من كتاب الله. فإن تأيد بالقطعي احتج به، فإن عارض القطعي وأمكن تأويله بما يتفق مع القطعي فحسن، وإلا ضرب به عرض الحائط، رفض، لا يقبل في إثبات العقائد. وذلك لأن الأسانيد تصحيحها وتضعيفها أمر راجع إلى اجتهاد تصحيح وتضعيف المجتهد أو المصحح. إذا قال عالم ما هذا حديث صحيح الإسناد مثلا، فإن هذا ليس إلا مجرد اجتهاد، يجوز أن يكون خطأ، إذن هو ظن. فهل يجوز أن يبنى اليقين على الظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا كان تصحيح وتضعيف الأسانيد أمر ظني، فإذا لا يجوز أن نعتقد عقيدة بناء على خبر يجوز فيه الثبوت وعدمه. وأما الذين أجازوا ذلك، أجازوا الاحتجاج بخبر الواحد، وقعوا في اضطرابات خطيرة وكبيرة. فبناء على تصحيح رواية يثبت المصحح عقيدة، بعد 10 أو 20 سنة يأتي عالم آخر وينظر في هذا الإسناد فيرى أنه لا يصح الاحتجاج به، وعليه فتلك العقيدة تكون باطلة. بعد 30 سنة يأتي عالم آخر فينظر في نفس الإسناد فيترجح لديه أنه صحيح، فينهض مرة أخرى للدفاع عن هذه العقيدة، وبالمثال يتضح المقال. مثلا حديث عبد الله، حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بأسطورة الأوعال، أن فوق البحر، فوق السماوات بحر، فوق البحر أوعال 8، وفوق الأوعال 8 العرش، والله فوق ذلك. هذا الحديث صححه جملة من علماء الحديث، صححه مثلا ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال هذا حديث صحيح. صححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على مسند الإمام أحمد، صحح أسطورة الأوعال هذه، مع أن فيها أن الله فوق 8 أوعال. بينما ذهب آخرون إلى القول بضعف هذه الرواية، والمسألة مسألة عقيدة، عقيدة. ينص الشيخ الفوزان على أن في تعليقاته على عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب على أن القضايا الاعتقادية لا يجوز الاختلاف ولا الاجتهاد فيها، لأنها مبنية على النصوص القرآنية الحكيمة المحكمة. كذلك مسألة، والعثيمين يقول بأن من صفات أهل البدع الخلاف في العقائد، من صفات أهل البدع الاختلاف في العقائد. الشيخ العثيمين يصحح حديث الاستلقاء، أن الله لما خلق السماوات استلقى ووضع رجلا على رجل، هذا الحديث يصححه الشيخ العثيمين، ويصححه أبو يعلى الفراء، ويصححه ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية، أبو يعلى في إبطال التأويلات يصحح هذا الحديث. بينما الشيخ الألباني يقول هذا من وضع اليهود، مع أنهما على مذهب واحد،
الألباني، انظروا تعليقاته تخريجه لأحاديث سنة ابن أبي عاصم، هذه الرواية يصححها فريق ويضعفها فريق. حديث الشاب الأمرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط، عليه تاج يلتمع ورجله في نعل من ذهب، تعالى الله وحاشا. هذا صححه فريق منهم. قال ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، قال: كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة كذا وكذا، وهذا الحديث نفسه صححه، وأورد ابن تيمية من صححه، ودار قطن في كتاب الرؤيا أورده، وأورد من صححه كأبي زرعة الرازي وغيرهم. حديث الشاب الأمرد صححوه، بينما ذهب فريق منهم إلى القول بتضعيفه، بل إن منهم من ذهب إلى القول بأنه على ظاهره كأبي يعلى الفراء، بينما ذهب آخرون إلى القول بأنه لا، وليس على ظاهره، وإنما أطلع الله نبيه على صورة غير صورته الحقيقية، وهو مسمى بحجاب الصورة عندهم. لكن أبو يعلى الفراء يحارب، قال: فإن قيل بأن هذه رؤيا منام والحقائق ليست كالمنامات، قيل هذا باطل، فإن الله تعالى أكرم نبيه بذلك، ولا يجوز أن يكرمه بخلاف الواقع، أي أن الواقع أن الله على صورة أمرد. انظروا هذا في كتاب إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى الفراء، ونحن نقول: نعوذ بالله تعالى الله. رواية كذلك رواية أن الله تعالى أن الله يوم القيامة، حديث وفد المنتفق صححه ابن القيم في كتاب زاد المعاد، حديث وفد بن المنتفق، والذي فيه قيام الساعة، وفيه أن الله وأصبح ربك، قال: والملائكة الذين مع ربك يموتون، وأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد. وفي من ضمن هذا الحديث أن الله يأخذ قبضة ماء يرش بها وجوه العباد. قال عقب هذا الحديث أي ابن القيم: وهذا حديث كبير جليل تدل جلالته وعظمته على أنه خرج من مشكاة النبوة، مع أن اللذين حقق هذا الحديث قال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، قال: هذا حديث ضعيف. السيد حسن السقاف قالوا: لعلهما جاملا ابن القيم في ذلك، قال: حديث ضعيف، بل هذا حديث مكذوب موضوع تشم منه رائحة التلمود والنصارى واليهود. يعني هذا الكلام، فمسألة أن أذكر هذا الكلام كالتمثيل على أن العقيدة لا تبنى على التصحيح والتضعيف. ولما بنى قوم عقيدتهم على تصحيح الأسانيد وتضعيفها، هذا ما آلوا إليه. كذلك مسألة الأخذ بالظاهر، فإنهم وقعوا في تضاربات كبيرة، ووصفوا الله تعالى بصفات بشعة، كالرواية التي يريدها أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات، أن الله تعالى يضحك حتى تبدو أضراسه ولهواته، قال: ولا مانع من إطلاق ذلك صفة لله تعالى، لا كما يعقل. هذا كلام باطل، الأخذ بالظاهر. الشيخ ابن باز في الجزء الأول من فتاوى نور على الدرب، لما سئل عن حديث فإن أتاني يمشي أتيته هرولة، قال: هذا الحديث على ظاهره، لكن ليس مشي الله كمشي الخلق، ولا هرولة كهرولة الخلق، ولكن هو على ظاهره. وهل الله يمل لحديث إن الله لا يمل حتى تمل؟ ذهب الشيخ العثيمين إلى القول بأن الله يمل لا كمل الخلق. يؤذيني عبدي يسب الدهر وأنا الدهر، هل الله يتأذى أم لا يتأذى؟ يتأذى تأذيا حقيقيا، لكن لا كما يعقل. ويعني إلى آخر ذلك، يعني هل الله يشم لما يشم لحديث دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك؟ المسألة فيها خلاف أقوال عند القوم الآخر. فلا عندنا معاشر أهل الاستقامة لا نجيز إثبات العقائد لا بأخبار الآحاد
ولا بالنصوص الموهمة تشبيهها، ولا بالنصوص التي تتزاحم عليها المعاني، لا نجيز ذلك إطلاقا، بل نبني عقيدتنا على المتين المكين المحكم الحكيم القطعي لتصح معرفتنا بربنا تبارك وتعالى. وإذا كانت عقيدتنا مبنية على القطعي فإنه لا يجوز لقائل بعد ذلك ويجوز أن يخالفنا المخالف في هذه المسألة حسب اجتهاده. هذا كلام مريض، كلام عليل، لأنك إن أيقنت أن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار مثلا، قطعي الدلالة على انتفاء الرؤية ورودا وتنصيصا، فإنك إن أجزت اعتقاد خلاف ذلك فإنك أجزت على الله سبحانه وتعالى أن يخبر بخبرين متناقضين في أهل. وهذا جائز ولا محال على الله؟ هذا محال على الله، وعليه فالحق لا يتعدد. نعم، عند من قالوا يجوز، مثلا إن كان هناك من قال يجوز أن يبنى المعتقد على الظن ويعاملون العقائد معاملة العمليات والمسائل الاجتهادية الفرعية، إذا وجد هناك من يذهب إلى هذا المذهب فهذا القول هذا يجوز تسويقه في هذه المدرسة وهذا التوجه. لكن عندنا معاشر أهل الاستقامة لا يصح لقائل أن يقول نعم نحن اعتمدنا في هذه المسألة على دليل قطعي ولكن يجوز أن يخالف، فإن هذا كقول من يجيز أن يقال بأن الله يجوز أن يكون قول النصارى فيه بأنه ثالث ثلاثة صحيح، وإن كنا نعتقد بدليل قطعي أنه لا إله إلا، وهل يجوز ذلك؟ لما لا يجوز؟ لأننا بنينا اعتقاد وحدانية الله على دليل قطعي لا ظن فيه، ولم نبني صفة ولم نبني اعتقاد صفة من الصفات إلا على دليل يساوي في قوته قوة قل هو الله أحد في ذات الوحدانية. فما يعترض به على هذا يعترض به على هذا. فإن أجزت أن تقول بجواز اجتهاد المجتهد في مسألة الرؤية والقول بجوازها مثلا فقل كذلك فيه قل هو الله أحد، ويجوز أن نتسامح مع القائل بأن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فإن منعت ذلك لأن الدليل قطعي فامنع هذا لأن الدليل قطعي كذلك. واضح الفكرة؟ نعم. بقي الكلام على تنزيههم لله تبارك وتعالى في وعده وفي وعيده وما ترتب على ذلك، وهناك فروع كثيرة في هذا الباب، لكن سنتكلم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة من هذه المحاضرة عن تعظيم الله وتنزيههم لله تبارك وتعالى في الوعد وفي الوعيد، وننطلق من هناك إلى الكلام عما ترتب على ذلك من سلامة في سلوكهم واستقامة في خلالهم وأخلاقهم وأفعالهم في نظرتهم إلى موافقيهم وفي نظرتهم إلى مفارقيهم وفي معاملتهم لموافقيهم وفي معاملتهم لمفارقيهم. هل ترتب على بناء عقيدتهم على القطعي أن يتعسفوا في معاملتهم لمن خالفهم في تلك المسائل؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تبارك وتعالى في ما تفرع من سلوك عن اعتقادهم في مسألة الوعد والوعيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.